من قناة مصر التعليمية أحييكم أعزائي طلبة وطالبات الصف الثاني الإعدادي وموعدنا الأسبوع المتجدد وبرنامج مدرسة على الهواء ومادة الدراسات الاجتماعية. قبل ما نبدأ في موضوعنا النهاردة بنرحب كلنا بالدكتورة إيلان عاطف. أهلا بحضرتك دكتورة. أهلا بحضرتك أستاذ محمود، وأهلا بكل ولادنا وبناتنا اللي بيتابعونا في كل مكان. أعزائي الطلاب، تناولنا في الحلقات السابقة كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم خطط للهجرة وما هي العوامل التي أدت إلى نجاح هذه الهجرة. أخذنا بعد كده كيف أسس النبي صلى الله عليه وسلم الدولة في المدينة، حيث أنه أقام المسجد وآخى بين المهاجرين والأنصار، كما أنه وضع دستورا للمدينة أو ما يعرف بصحيفة المدينة. النهاردة هناخد كيف دافع النبي صلى الله عليه وسلم عن دولته في المدينة. النهاردة هناخد موضوع غزوات النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا يا دكتورة أول سؤال هيقابلنا، هناك فرق بين مفهوم الغزوة ومفهوم السرية حقيقي، وممكن يجي لنا مقارنة بين سؤال بين مفهوم الغزوة ومفهوم السرية. الغزوة هي حملات وجهها الرسول صلى الله عليه وسلم بقيادته تمام طبعا ضد قريش واليهود في نفس الوقت. أما السرية فهي حملات وجهها الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن دون قيادة الرسول، يعني ما كانش موجود فيها، لكن هو وجهها لاستنزاف قوة قريش الاقتصادية. يبقى كده لو جات لنا مقارنة يا دكتورة بين الغزوات والسرايا، هنقول ان الغزوات هي حملات قادها النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه، تمام، زي غزوة بدر وغزوة احد وغزوة الخندق بالترتيب. اما السرية هي حملات لم يحضرها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يشارك فيها، وانما ترك القيادة لاحد اصحابه. دي حقيقة. والسؤال هنا كمان ممكن زي ما حضرتك قلت كده يجي لنا بالأمثلة في الغزوات، يعني ممكن لازم نحط أمثلة للغزوات اللي قادها الرسول صلى الله عليه وسلم وكانت سبب في انتشار الدين الإسلامي. هنبدأ بأول غزوة يا دكتور عندنا النهاردة وهي غزوة بدر. غزوة بدر يا أولاد كانت في العام الثاني من الهجرة. لازم نفرق بين العام الثاني من البعثة والعام الثاني من الهجرة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم في سنوات قضاها في مكة، دي بنسميها البعثة، من بداية نزول الوحي حتى هجرته إلى المدينة المنورة. من بداية الهجرة بنبدأ التاريخ الهجري، فغزوة بدر كانت 2 هجرية، عشان قبل كده دكتورة قلنا مثلا عام الحزن في العام العاشر من البعثة، إنما بدر في العام الثاني من الهجرة. احنا كمان عايزين نفسر الهجرة، هو خلاص بقت فيه دولة، بقى فيه كيان، يعني معنى كده ان انا خلاص انا بدات استقر في المدينه المنوره، فخلاص اي حاجه هتتعمل في المدينه هتكون اكيد بعد الهجره. فالتوقيت الهجري او التقويم الهجري هيبدا من هجره النبي صلى الله عليه وسلم الكبرى سنه 2 هجريه. الغزوه دي يا اولاد حدثت في الثاني من الهجره. الرسول صلى الله عليه وسلم عندما امر باعتراض هذه القافله كان يعني هدفه هو تعويض ما سلبته قريش او بعض ما سلبته قريش من اموال المسلمين. دي حقيقه. لازم نفهم الاول هو ليه اصلا هنعترض القافله دي. المسلمين لما هاجروا من مكه الى يثرب سابوا اموالهم وبيوتهم واراضيهم وتجارتهم وفروا بدينهم وانفسهم ليثرب، فبالتالي قريش استولت على كل اموال المسلمين وكل مساكنهم وكل ما تركوه في مكه، فكان لازم نرد للناس دي حقوقها. فكانت الغزوه دي كان هدفها الاول والاخير هو استرجاع ما سلبته قريش من اموال المسلمين، وزي ما قلت لحضرتك كده البيوت والاراضي والتجاره والى ذلك. فلما عرف قريش انه الرسول صلى الله عليه وسلم هيبدا يعترض القافله، فغيروا وجهه القافله وما قدروش ان هم في الوقت ده يسيطروا على الموقف. ففكرت بقى قريش ازاي هنرد للمسلمين ده، فبالتالي من هنا بدات تحصل غزوة بدر اللي فيها أشار الحباب ابن المنذر على الرسول صلى الله عليه وسلم إن هو هيعسكر في بئر عند بئر بدر علشان يكون مسيطر على مناطق فيها أبار، وبالتالي هيقدر يوفر للمسلمين المية. وبرغم إن كان جيش المسلمين تلت جيش المشركين من قبيلة قريش، إلا إن النصر كان حليف للمسلمين طبعا بتوفيق من عند الله. طبعا عدد المشركين كان ما بين 900 إلى 1000 يا أولاد، وكان عدد المسلمين حوالي 313 مقاتل. خرجوا زي ما قالت الدكتورة دلوقتي، وأشار الحباب بن المنذر على النبي صلى الله عليه وسلم أن يعسكر عند أقرب بئر. يا دكتورة ليه هنا بنقول أن الحباب بن المنذر أشار على النبي بأن يعسكر عند أقرب بئر للمشركين؟
يعني بدر دي يا دكتوره مش بئر واحد، لا مجموعه من مجموعة الابار. من الآبار دي حقيقة. بالتالي أنا هنا في إحنا في الصحراء، ايوه والحرب بتقوم في أو الغزوة هتبقى في ممتدة لأيام طويلة، فلازم أوفر مورد مياه. مهم جدا هو مورد المية علشان الناس تقدر تحارب. في نفس الوقت أنا لو سيطرت على البئر ده همنع المية عنهم عن قريش، فبالتالي هيبقى في عندي أسباب للنجاح. تمام. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان بيحاول يلم بالأسباب اللي ممكن تنجح بسببها الغزو. رغم قلة عدد المسلمين، الله سبحانه وتعالى أمد المسلمين بجنود أو بملائكة من عنده تحارب إلى جانب المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يشجع أصحابه على القتال حتى كان النصر حليف المسلمين بتوفيق الله. هنا يا أولاد المسلمين أخذوا بأسباب النصر، يعني جاهدوا وكافحوا وقتلوا بتصميم، ولذلك كان النصر حليفهم. دي كانت غزوة بدر الكبرى سنة 2 هجرية. هذه الغزوة كان لها أثر كبير جدا جدا في الروح المعنوية للمسلمين، علشان كده قريش صممت يا دكتورة على الأخذ بالثأر لما حدث في بدر، فقامت قريش بغزوة أخرى سنة 3 هجرية وهي غزوة أحد. دي حقيقة، واتسمت غزوة أحد لأنها كانت على جبل أحد. في الوقت ده برضو فكرت قريش إن هي ترد زي ما بنقول بقى، يعني تاخد بالطار أخذ بالثأر. كعادة العرب قبل الإسلام، فبدأت تفكر إزاي أخد بالثأر من المسلمين. في الوقت ده كان معاهم خالد ابن الوليد ولم يكن يسلم بعد، يعني ما كانش دخل الإسلام. إسلام تمام. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لخمسين واحد من رماة الأسهم والسيوف هتقفوا فوق جبل أحد وإحنا هنحارب تحت في سفح معركة. الجبل في المعركة. وأوصى الرسول صلى الله عليه وسلم الناس اللي هم هيرموا اللي إحنا سميناهم رماة السهام بعدم ترك الجبل مهما في كانت حالة النتيجة النصر دكتور. أو الهزيمة، يعني سواء انتصرنا أو انهزمنا ملكوش دعوة، أنتوا مكانكم فوق ثابت. تمام. في البداية كانت النصر للمسلمين، برغم برضو ان جيش المسلمين كان تلت جيش القريش، جيش المشركين يا دكتورة كان حوالي 3000 3000 مقاتل، وجيش المسلمين كان 1000، ولكن عبد الله بن سلول زعيم المنافقين رجع عاد بتلت الجيش، فأصبح العدد حوالي 700 أو أقل من 700 مقاتل مع الرسول صلى الله عليه وسلم. بالظبط، دي حقيقة. وزي ما قلت لحضرتك كده كانت في البداية النصر للمسلمين، وانتصر المسلمين في بداية المعركة على قريش، وكان النصر نصر يعني باين وواضح. في الوقت ده فكر الرماة اللي هم واقفين فوق الجبل وهينزلوا يلموا بقى الغنائم وشاركوا في الموجودة جمع تحت. الغنائم. بالظبط، ففي الوقت ده فكر خالد بن الوليد ان هو اللي يطلع فوق الجبل، وتحول نصر المسلمين الى هزيمة بسبب مخالفة الرماة اوامر الرسول صلى الله عليه وسلم. هنا هنا في يا دروس دكتور مستفادة. ما انا لسه اسال حضرتك، هنا يا دكتوره درس مستفاد من الدروس الحياتيه اللي احنا نستفيد بيها في حياتنا من مخالفه اوامر القائد، ايا كان القائد ده، هل هو الاب؟ ما الاب في بيته ومع اولاده يعتبر قائد، المعلم في المدرسه قائد، رئيس العمل في مكانه قائد. دي حقيقة، مخالفة أوامر القادة بتأتي بالهزائم بعد كده، ما هو ده النتيجة، لأن القائد هو اللي مسؤول عن المجموعة دي ومسؤول عن سلامة الناس اللي معاه. فبالتالي تحول نصر المسلمين إلى هزيمة بسبب مخالفة الرماة أوامر الرسول صلى الله عليه وسلم. وده يا ولاد يعني درس مهم جدا، يمكن في كل الغزوات يا دكتوره احنا بنخرج من هذه الغزوات بدروس مستفاده. يعني احنا غزوه بدر خرجنا منها بقيمه عظيمه، وهي ان النصر دائما ياتي من عند الله مهما كان العدد. طبعا الانسان يعمل اللي عليه في حياته، ولكن التوفيق الله ده شيء مهم جدا. في غزوه احد شفنا مخالفه اوامر القائد كان ادى الى طبعا الهزيمه بعد الانتصار. هنا خالد بن الوليد دكتوره زي ما حضرتك تفضلت وقلتي كان لم يدخل في الإسلام بعد، وكان له دور كبير جدا في تحويل هذه الهزيمة إلى نصر عندما استدار بجزء من جيشه خلف الجبل وصعد فوق جبل الرماة وفاجأ المسلمين من الخلف. دي حقيقة، وكانت نتيجة طبعا تحول نصر المسلمين إلى هزيمة في أحد 3 هجرية. هنا دكتورة اليهود، يهود بني النضير تحديدا، والحتة دي يمكن موجودة في الغزوة اللي بعديها بس هنقولها في الغزوة دي علشان نفهم الغزوة اللي بعديها اللي هي غزوة الخندق. يهود بني النضير دكتورة في هذه بعد هذه الغزوة تآمروا ضد المسلمين وضد الرسول صلى الله عليه وسلم، فأجلاهم النبي عن المدينة وسكنوا في خيبر. الغزوة اللي بعد كده دكتورة وهي غزوة الخندق 5 هجرية. 5 هجرية. هنا يهود بني النضير كانوا هم المحرك الأساسي لهذه الغزوة أو لهذا التحالف.
دي حقيقة. احنا نعرف ولادنا بس ملابسات هذه الغزوة كانت ايه، ان احنا في عهد على اليهود اللي موجودين اتاخد في صحيفة المدينة، تمام. ان انا بأمن المسلمين وغير المسلمين، اليهود وغير اليهود، على انفسهم واموالهم وارواحهم في مقابل الدفاع عن المدينة. مشاركة مع المسلمين. بالضبط. فانا واخد عهد على اليهود ان هم هيشاركوا معايا في الدفاع عن المدينة. فلما تبقى في قبيلة او في طائفة من اليهود تساعد غير المسلمين على المسلمين، فدي بقى هنقف ونعمل كذا علامة استفهام على موقف يهود بني النضير. هنا دكتورة الدفاع ليس دفاع ديني، دي هنا حقيقة، دفاع وطن. دي حقيقة. احنا بندافع عن المكان اللي احنا كلنا عايشين فيه. عشان كده لما اتكلمنا عن صحيفة المدينة يا استاذ محمود، قلنا ان صحيفة المدينة دي كانت بمثابة الدستور اللي هيحدد العلاقات بين الناس، ما قلناش العلاقات الدينية، تمام. احنا قلنا العلاقات السياسية والعسكرية، لانه حتة تعايش. الدفاع دي عسكرية، فانا متعايش مع الاخر ايا كان الاخر ده مين، مسلم غير مسلم، يهودي صاحب دين سماوي او غيره. فهم اليهود خلفوا صحيفة المدينة، فكان جزاؤهم ان هو الطرد. نرجع لغزوة الخندق. خندق. غزوة الخندق في تحالف ضد المسلمين اللي موجودين جوه المدينة. هنا لازم نفكر، لان انا عندي خطر بيقابل المسلمين من جهتين، اليهود اللي خارج المدينة ويهود داخل المدينة، فأصبح يواجه المسلمين خطرين. الخطر الأول اليهود اللي اتطردوا بره المدينة، ومعهم المشركين. فدول هيتحالفوا مع المشركين ضد المسلمين اللي موجودين، زائد اليهود اللي جوه المدينة نفسهم. هنا الرسول صلى الله عليه وسلم حب يستشار بالناس اللي حوالين منه، فأشار عليه سلمان الفارسي ان احنا جوه المدينة، طب نحفر خندق حوالين المدينة. ودي كانت أول مرة يا دكتورة العرب يعرفوا هذه المكيدة، حفر الخندق دي أساسا يعني يمكن عملية عسكرية كانت تتم في بلاد الفرس. دي حقيقة. عشان كده اليهود لما يخشوا هم وقريش ويشوفوا الخندق ده، هيقولوا هذه مكيدة لم يعرفها العرب من قبل، تمام. مش أسلوبنا في الحرب، احنا بنحارب وجها لوجه، سيوف لسيوف. لكن فكرة ان المسلمين يحفروا خندق بعد إشارة سلمان الفارسي عليهم، وكلمة فارسي يعني ما كانش عربي، كان من بلاد بلاد فارس، الفرس. فبالتالي حفروا خندق حوالين المدينة، فأصبح المسلمين جوه المدينة واليهود وقريش بره المدينة مش عارفين يخشوا. هنرجع دكتورة للخريطة اللي معانا دلوقتي، الخريطة هتظهر دلوقتي على الشاشة قدامنا، علشان الخريطة دي هتوضح لنا يا دكتورة موقف المسلمين في هذه الغزوة. يمكن حضرتك شايفة ان من الناحية الشرقية والغربية في جبال بتحمي المدينة، من الناحية الشمالية دكتورة الخط الأحمر ده هو الخندق الذي حفره المسلمين بإشارة أو بعد استشارة سلمان الفارسي. في الجنوب بقى دكتورة هي الحتة اللي تهمنا دي، يهود بني قريظة. دول الخطر. يهود بني قريظة كانوا خطر جدا على المسلمين، لانه هنا برضو في تحالف ضدهم، فبالتالي الغزو هتكون، او تعال نكمل بقية الغزو. خطر يعني داخلي وخطر خارجي. بالضبط. احنا كده بنواجه خطرين. ممكن يجي لنا سؤال دلل تاريخنا على صحة العبارة، واجه المسلمين في الخندق او في 5 هجريا، عشان برضو يبقى السؤال غامض شوية، خطر من الداخل ومن الخارج. تمام. انا عندي خطرين، عندي قبيلتين ليه؟ ماشي. بالضبط. فانا كده كمسلمين انا كده في النص، عندي خطر داخلي وعندي خطر خارجي. كانت النتيجة طبعا ان ربنا ارسل ريح شديدة اقلعت الخيام اللي كانت موجودة حوالين المدينة، ودب الرعب في قلوب اليهود والمشركين، ففروا هاربين، وانتصر المسلمين في غزوة الخندق. رغم ان خمسة عددهم هجرية دكتور كان حوالي 10,000 مقاتل، يعني عدد كبير بالضبط. جدا بالنسبة لجيوش المسلمين او جيوش العرب، العرب او كانوا القبائل العرب. 3,000 في الوقت ده العرب، برضو ما تلتهم كانوش يعني. كان متعودين يا دكتور العرب على هذه الاعداد في غزواتهم، 10,000 بين القبائل، فطبعا عدد كبير جدا، لان ده تحالف بين القبائل بزعامة قريش، قريش تحالفت بتحريض من بني النضير. دي حقيقة. هنا دكتورة يهود بني قريظة حاولوا الاتفاق مع قريش رغم ان تحالفهم فشل، الرسول صلى الله عليه وسلم نجح في ان يجعل هذا التحالف يفشل، ولكن بعد هذه الغزوة تحديدا النبي صلى الله عليه وسلم حاصرهم، حاصر يهود بني النضير، عفوا بني قريظة، بني قريظة، وأخرجهم من المدينة جزاء كمان. لهم يا دكتورة. بالظبط. دي حقيقة. وتم إخلاء يهود بني قريظة، يعني قبيلة بني قريظة كلها اللي كانت موجودة جوه المدينة تم إخلاءها وخرجت بره المدينة، وانتهى الوجود اليهودي خالص من شبه الجزيرة العربية في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعد كده. فيما بعد لما راحوا خيبر بعد ذلك، وبعد كده بالظبط عمر بن الخطاب طردهم من خيبر. أخرجهم. بالظبط. تمام. غزوة الخندق يا دكتورة كانت 5 هجرية،
بعد غزوة الخندق مباشرة وقع حدث مهم جدا جدا، يمكن الحدث ده يا دكتورة غير التاريخ الإسلامي كله، عندما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤدي العمرة في قريش فريضة العمرة، فأمر أصحابه بلبس ملابس الإحرام والخروج لأداء الفريضة. النبي صلى الله عليه وسلم في هذا أو في هذه الرحلة لم ينوي الحرب قتال، إطلاقا، ولكنه كان ينوي زيارة الكعبة فقط. صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم نزل في مكان يسمى الحديبية بالقرب من مكة، وهنا رفضت قريش دخول المسلمين، فأرسل إليهم رجلا من أتباعه، وفي نفس الوقت دكتور هو قريب أبو سفيان بن حرب لأنه من بني أمية، وهو عثمان بن عثمان بن عفان. عفان، علشان يقول لهم ان احنا مش جايين نحارب، بالعكس احنا جايين نعمل فريضة العمرة. راح عثمان بن عفان وتأخر شوية، فظن المسلمين انه قتل، أشيع أنه قتل. فهنا اجتمع المسلمين وقالوا خلاص احنا ما عندناش حل تاني غير ان احنا نروح نقاتل في قريش. أيوة وهم في الاجتماع ده لقينا مين اللي رجع؟ عثمان بن عثمان. عفان. وفي الوقت ده بدأنا نفكر لا، مش هينفع يبقى فيه حروب بيننا بالشكل ده، لا احنا لازم نعمل صلح بيننا وبين قبيلة قريش. فقد كان صلح الحديبية 6 هجريا، اللي كان انا في وجهة نظري كان فتح مبين للمسلمين غير فتح مكة، تغيير. لانه غير وجهة الغزوات بقى من نشر الدعوة الاسلامية في شبه الجزيرة العربية، هتتحول بقى من 6 هجريا دي من محليا داخل شبه الجزيرة العربية الى العالمية. دعوة العالمية. فهنا تحولت بعد صلح الحديبية الدعوة الإسلامية من الدعوة المحلية، إن أنا بنشر الدين الإسلامي داخل حدود نطاق شبه الجزيرة العربية، إلى خارج شبه الجزيرة العربية، لأنه كده اعتراف من قريش إنه في دين جديد يدعى الدين الإسلامي بعد شروط صلح الحديبية اللي نصت على وقف القتال بين المسلمين وقريش لمدة 10 سنوات. لو راح حد من المسلمين لقريش ترده، ايوه لكن لو راح حد من القريش للمسلمين لا ترده. تمام، هنشوف شروط صلح الحديبيه على الشاشه قدامنا علشان برضو الولاد اللي معانا يتابعونا. اولا ايقاف الحرب بين الطرفين لمده 10 سنوات. ثانيا يؤجل المسلمين دخول مكه هذا العام ويعودوا في العام القادم. زي ما حضرتك تفضلت وقلت يا دكتوره، من اراد ان يدخل من القبائل في حلف المسلمين فليدخل، ومن أراد أن يدخل في حلف قريش فليدخل. ودي نقطة مهمة جدا جدا تهمني، لأن هنا قبيلة خزاعة دخلت في حلف دخلت النبي. الرسمي دي تهمني لأن دي هيترتب عليها فتح غزوة، مكة فيما بعد يا بالظبط دكتورة. غزوة فتح. من أتى، من يأتي من قريش إلى المسلمين ترد يرده محمد صلى الله عليه وسلم، ومن يأتي من محمد صلى الله عليه وسلم إلى المشركين لا لا ترد، ترده قريش. دي هنا حقيقة. بعض الصحابة اعترضوا على البند ده، إزاي اللي يجي لنا نرجعه واللي يروح لهم من عندنا ما يرجعوش او ياخدوه. دي كانت الشروط في البداية، لأنه تعالوا نرجع بقى للفترة دي، فعلا احنا محتاجين يبقى في أمان بين المسلمين وقريش، فكان لازم شوية تنازلات علشان نقدر ندعم أساس الدولة الإسلامية. دخلت قبيلة خزاعة ضمن حلف الرسول صلى الله عليه وسلم، وقبيلة أبو بكر ضمن حلف قريش في الوقت ده، وهيترتب عليه بعد كده زي ما حضرتك تفضلت المشكلة وقلت بين قبيلة بكر وقبيلة خزاعة. بالظبط. صلح الحديبية كان فتحا عظيما، لأنه بعد هذا الصلح يا أولاد بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يرسل إلى الملوك والرؤساء في العالم يدعوهم إلى الإسلام. وهنا هينتقل زي ما قالت الدكتورة دلوقتي، هينتقل الإسلام من المحلية إلى العالمية، هيبتدي الإسلام ينتشر خارج حدود الجزيرة العربية، لأن هناك بعض الملوك والأمراء، أمراء القبائل، استجابوا للإسلام، وبعضهم رفض رفضا تاما مثل كسرى ملك الفرس، والبعض الآخر استجاب أو رحب برسائل النبي، ولكن طبعا إيه، بس هنشوف النقطة دي إن شاء الله.